هل القضية هذه قضية يعني مؤرقة المجتمع لدرجة أنه لا بد أن يتدخل فيها الأمن والشرطة والحكومة والأوامر الملكية؟ لا طبعا، لا لا طبعا، ترى، لا لا طبعا، ليش؟ لأنها قضية لا مدخل. يعني هل أنا أستطيع يوم من الأيام نقول والله لا نريد أن يعني لا بد أن تتدخل الحكومة في إيقاف يعني مثلا أحد البرامج المشهورة في الإنترنت، اليوتيوب مثلا؟ احنا نتكلم عن الاثر هنا، واذا سمحت قاطعك يا دكتور، احنا نتكلم عن الاثر. ما هو احنا اليوم الفرد اللي يحاول ينقل، انت تكلمت عن مجتمع محافظ ومجتمع منفتح. والسؤال هنا، هل المنظومه القيميه اللي يقودها الفرد اللي يعمل بتيك توك ويتابع 4 مليون ويحاول مس هذه القيم، الا يفترض ان نتحرك اليوم تجاهها؟ ما هو زي ما قلت لك، اذا كانت القضيه تمس المجتمع، تمس امن المجتمع، أمن المجتمع، الأمن الحسي للمجتمع، أنك أنت الفرد ببساطة شديدة جدا نلغى، لا ما لك علاقة فيه، عيالك كلهم لا تشوفونه، جي يعني بهذا الشكل. إذا كانت تحمس أمن المجتمع، أمن الحسي المادي للمجتمع، هنا تدخل الجهات لمنعه. أما بارك الله فيك، لك إذا صار في أي مدخل ثقافي من المدخلات للمجتمع نقول لابد من إيقافه،